السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي لما نادى بالحوار، الحوار ما كانش مجرد يعني دعوة إلى أن احنا نتناقش في الفراغ، ولكن بدأ يحدد مؤسسات هي اللي تنظم هذا الحوار ومؤسسات مسؤولة عن إدارته. جايين النهاردة مخصوص علشان وجها لوجه نسمع حضراتكم، نشوف رأيكم إيه، رأيكم إيه في الجوانب الاقتصادية، السياسية، الجوانب التعليمية باعتبارنا، الجوانب الشبابية. إحنا عايزين نعرف رأيكم ونوصل رأيكم دوت للجميع. هدف الحوار هو السؤال والإجابة. سؤالي لمعالي النائب ومعالي مدير الإدارة، نشر ثقافة استخدام التكنولوجيا بشكل صحيح. احنا دلوقتي عملنا نهضة تعليمية زي ما حضراتكم قلتوا، انا اتفق معاكم فعلا من ايام محمد علي تقريبا مش حصلت. فليه احنا دلوقتي بنهكر التابلت وبنعمل الحاجات دي كلها ومبوظين، بنسيء استخدام التكنولوجيا دي في الدراسة؟ في طبعا احنا عارفين ان احنا بنستلم التابلت والاجهزة التكنولوجية عشان نستخدمها في دراستنا، بس في مشكلة احنا لازم نركز عليها وهي حياة الشباب بدون هدف. احنا عارفين ان احنا طبعا يعني الهدف للانسان او تحقيق انجاز محتاج هدف، محتاج قوه، وطبعا الهدف بيبقى قبل القوه. هو عنده قوه وعنده استعداد وعنده حماس، بس محتاج ترتيب، محتاج افكار انه يبدا منها. فاحنا محتاجين ان احنا نكثف المبادرات.